وتتوالى الأيام والاحتفالات المتعددة حول العالم، وغدا يتأهب العالم للاحتفال باليوم العالمي للمياه، والذي يلقى اهتماما كبيرا من منظمة اليونسكو العالمية لما يشكله موضوع المياه من ترقب واهتمام من كافة أطياف المجتمعات، أملا في إيجاد الحلول لدى المجتمعات التي تفتقر لوجود المياه الصالحة لاستخدام الآدمي عند الكثير من المجتمعات للأسف. ويتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمياه أسبوع الترشيد الخليجي الذي يأتي مكملا للمسيرة لتحقيق أهداف الحكومات للحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيق العوامل المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف المهندسة خديجة عبد الرضا مشاري من قطاع التخطيط والتدريب بمركز تنمية مصادر المياه في وزارة الكهرباء والماء. حياك الله معنا، في صباح الخير يا كويت. الله يحييكم. سلمت وحفظت. إن شاء الله راح ناخذ يمكن تقرير عن المياه، لكن احنا ودنا ندش على طول في الحوار إذا أمكن. أبي موضوع خلينا نقول اللي هو اليوم العالمي. ليش تعتقدين بأن اليونسكو خصصوا يوم معين للمياه؟ طبعا بداية كان اليوم العالمي للمياه من عام 1992 أقر من قبل الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي المختص في البيئة. اختاروا يوم 22 مارس ليكون يوما عالميا للمياه لتوضيح دور هذا المصدر الحيوي لكثير من الدول تفتقره، وكثير من الأشخاص لا يرقون لسبل العيش البسيطة بسبب عدم توفر المياه. سبحان الله. ومن هنا يمكن أسبوع اللي هو الترشيد الخليجي أيضا. إحنا كان في عندنا يعني هو كل دول العالم تحتفل باليوم العالمي للمياه، كل دولة على حدة. تقريبا كل كم سنة يحتفلون دول الخليج بأحد الدول الخليجية، بناء على يكون بناء على الاجتماعات الخليجية المجلس الوزاري يحتفلون باليوم العالمي للمياه، يخلونه أسبوع خليجي كامل. السنة اللي فاتت إحنا كل دولة الكويت استضفنا أسبوع المياه الخليجي في 2016. جميل. أستاذة خديجة، شنو هي يعني أسباب هدر المياه في الكويت؟ أسباب الهدر عديدة، يمكن منها لأن المستهلك مو حاس بقيمة هذا المصدر، أو لأن اليوم الماء يوصل إلى المستهلك عبارة عن بالحنفية يفتحها ويسكرها، لكن العديد من المستهلكين ما عندهم الوعي الكافي أو ما عندهم المعلومات الكافية شلون هذا المصدر قاعد يوصل لهم للبيت، شنو الجهود المبذولة يعني كجهود فردية أو كمبالغ تصرفها الدولة لإيصال المياه للمستهلكين. صحيح. طيب ما الآلية اللي تتبعونها لزيادة الوعي بموضوع الترشيد؟ منها اليوم العالمي للمياه، يعني اليوم العالمي للمياه احنا نعتبره أهم وسيلة لنا لإيصال جميع الرسائل التوعوية اللي حابة توصلها وزارة الكهرباء والماي من خلال الحملات التوعية اللي نسويها، المؤتمرات، المحاضرات العلمية. أيضا عندنا احنا العديد من الحملات الترشيدية اللي قمنا فيها سابقا كوزارة كهرباء ومي في المجمعات التجارية، في المدارس. احنا عندنا فريق كامل مختص من مهندسين ومهندسات الوزارة يطلعون يوميا إلى مدارس وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التربية لنشر الوعي، عبارة عن حصص معينة تعطى للطلبة تعلمهم ثقافة الترشيد من الصغر. إيه نعم. جميل. أستاذة خديجة، يمكن إذا بنروح معاك للمشاريع الضخمة اللي قاعد تقيمها الحين الحكومة في الكويت، وخلينا نخص الإسكانية منها، ما مدى استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه من خلال هذه المشاريع؟ طبعا من المشاريع هذه يعني يحضرني ان مدينه سعد العبد الله راح تكون مدينه ذكيه. احنا شفنا المشروع عند الممثل عمر الرعايه السكنيه، وراح يطرح غدا المهندس ناصر خريبط من المؤسسه عمر الرعايه السكنيه هذا المشروع اللي هو المدن الذكيه، ومنها مشروع مدينه سعد العبد الله. طيب ذكرتي بأن في المدارس مثلا في يعني احدى الحملات تكون عاده في المدارس وتنميه النش على هذا الترشيد، ابي الانعكاسات الايجابيه التي تعود على الاسره من خلال مثل هذه الحملات والترشيد بشكل عام. طبعا احنا رحنا للمدارس لان هم اهم شريحه، هم قاده المستقبل، هم الاشخاص اللي بيكونون اسر بالمستقبل. صح. فاحنا لما ننمي فيهم هذه الثقافه من هم صغار راح ينعكس هذا باكر على الكويت كلها وعلى المجتمع كله. اليوم
اليوم احنا نشوف يعني في مثال كنا في احد المجمعات التجاريه تصميم البوث اللي كنا حاطينه في المجمع كان فيه عباره عن حنفيه مفتوحه كان يركض اليالي يسكرها من غير ما احنا نقول له يعني هو يدري ان هذا غلط غلط ان الماء يهدر بهالطريقه حلو يعني تربى وكان في وعي في بيئته انه يسكر الماء ما يخليه يهدر طيب من خلال التكنولوجيا الحديثه ومن خلال دراستكم لارض الواقع شلون تشوفون وعي المستهلك بالمحافظه على المياه من خلال التكنولوجيا الحديثة؟ طبعا هو استخدام المرشدات المرشدات هذه والله يعني شفنا إقبال كبير عليها من خلال المستهلكين المرشدات هذه أنا اليوم هم من خلال برنامجكم أقدر أوصل هالرسالة وأقول المرشدات هذه لما تستخدموها ترى موجودة في جميع الجمعيات التعاونية لوازم العائلة محلات الأدوات الصحية أيضا حتى اليوم في تكنولوجيا حديثة يمكن بس يعني ما يعني نبي المجتمع يتقبلها يعني اليوم في تكنولوجيا أنا شفتها قبل كم شهر في معرض هو الشاور الماي نفسه يرجع يصير له تريتمنت يونت موجوده في الشاور نفسه ويرجع الماء تردين تستخدمينه مره ثانيه مثل ريسايكل يعني ريسايكل طبعا عمليه معالجه للمياه نفسها هذه المستخدمه وترد تستخدم في نفس المكان او مكان اخر في المنزل حلو والله زين مؤخرا ايضا سمعنا على موضوع زياده التعرفه هذه خلينا نقول الزياده كيف ممكن تساهم في موضوع الترشيد طبعا زيادة التعرفة أول نقطة مهمة لازم يعرفونها المستهلكين أن مستثنى القانون يستثني السكن الخاص نعم. السكن الخاص مستثنى والمواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري أيضا بإمكانه فصل عدادة وأيضا يستثنى من زيادة التعرفة مختص بالاستثماري والتجاري نعم هو القطاعات جميعها المشمولة الاستثماري التجاري الصناعي الزراعي والقطاعات الغير المحددة مثل الشاليهات والشاليهات والاسطبلات وغيرها نسبة الزيادة مثل ما شفنا احنا القانون كان يروح الى الحد الاقصى اللي هو 25 فلس الزيادة اللي اقرت اليوم هو 5 فلوس تدريجية بالنسبة للقطاع التجاري والاستثماري يعني القطاعات الاخرى اللي هي مثل الشاليهات والاسطبلات كانت قبل تعرفتهم 10 فلوس صارت اليوم 12 فلس ايضا حتى المزارع قسمناها والمصانع الى منتج وغير منتج احنا هذا هم فيه تحفيز على ان يعني المصانع الغير منتجة والمزارع الغير منتجة انها تصير منتجة صحيح فهذه الزيادة احنا نشوف بالعكس انها راح تفيد في عملية الترشيد على اساس يحسون بقيمة هذا المصدر الحيوي الماء والكهرباء بلا شك جميل وشكرا لجهوداتكم الجميلة ايضا وزارة الكهرباء والماء نتمنى لكم التوفيق مهندسة خديجة وان شاء الله باشر انطلاق لهذه الفعالية بس ممكن نعطي لعنة عن باشر باشر ان شاء الله وزارة الكهرباء والماء راح تحتفل باليوم العالمي للمياه مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي في القاعة المستديرة حفل الافتتاح راح يكون الساعة 10 الصبح اعلاناتنا كلها موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يرغب بالحضور فقط عليه يسجل برقم 6771-1094 لا مرة ثانية شوي 6771 لا 6771-1094 تمام يقدرون يشوفون الإعلان كامل بتفاصيله مع برنامج الحفل متواجد على جميع قنوات التواصل الاجتماعي لوزارة الكهرباء والماء عساكم موفقين يا رب وقواكم الله وشكر جزيل لك ولكل العاملين معك في هذا المضمار شكرا لك إذا نشكر مهندستنا خديجة عبد الرضا مشاري من قطاع التخطيط والتدريب بمركز تنمية مصادر المياه في وزارة الكهرباء والماء وننتقل معكم إلى ركننا المبهج عشان نختم إن شاء الله حلقتنا من صباح الخير يا كويت لهذا اليوم.